أسعدتم مساءنا مشاهدينا أينما كنتم، أهلا بكم إلى عدد هذا المساء من مجلتكم الخبرية اليومية كل شيء عن جائحة كورونا، وتتابعون فيها وقفة مطولة مع شد الحبل بين مدارس التعليم الخاص وأسر التلاميذ حول رسوم التمدرس وتقييم التعليم عن بعد، ومهمة الوساطة التي أسندتها الوزارة الوصية لتنظيمات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ. لهذا الغرض نستضيف كلا من السيد عبد السلام عمور رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، والسيد مصطفى صائن الكاتب العام للفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ. وفي الجزء الثاني من هذا العدد سينضم إلينا الأستاذ ملاي حفيظ بن سليمان، أستاذ بجامعة مولاي إسماعيل، مستشار في ميدان المقاولات، للحديث عن احتمال شروط وإكراهات العمل عن بعد ما بعد الجائحة. أهلا بكم من جديد. والبداية مشاهدينا بتأكيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الإعلان عن بعض القرارات مؤخرا لا يعني بأي حال من الأحوال رفع حالة الطوارئ أو الخروج من حالة العزلة الصحية. المسؤول المغربي شدد في معرض رده على الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين حول حصيلة تدابير وإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا، شدد على وجوب الالتزام التام بالتدابير الوقائية المتخذة والتقيد الصارم بكل التدابير الاحترازية المعمول بها إلى حين اتخاذ قرار بخصوصها، على اعتبار أن خطر انتشار الفيروس ما زال مستمرا على حد تعبيره. وجب التأكيد على أن الإعلان عن بعض القرارات في الآونة الأخيرة لا يعني بأي حال من الأحوال رفع الحالة الطوارئ الصحية أو الخروج من حالة العزلة الصحية، بل يجب الالتزام التام بالتدابير الوقائية المتخذة على اعتبار أن خطر انتشار الفيروس ما زال مستمرا، وهو ما يحتم على الجميع مواصلة التقيد الصارم بكل التدابير الاحترازية المعمول بها إلى حين اتخاذ قرارا بخصوصها. الحمد لله، هناك مؤشرات إيجابية تبعث على الأمل وتثبت صوابية وفعالية المقاربة المعتمدة من طرف الدولة، لكن اتخاذ أي قرار بتخفيف التدابير المعلن عنها أو الإبقاء على الوضع كما هو عليه الآن يتعين إرجاؤه إلى حين نهاية حالة الطوارئ الصحية يوم 10 يونيو الجاري، حيث سيتم قبل ذلك إجراء تقييم ميداني دقيق للوضعية الوبائية ببلادنا وفق المؤشرات العلمية المعتمدة من طرف السلطات الصحية. والأكيد أن بلادنا دخلت في مواجهة قوية ضد فيروس فتاك يتطور باستمرار. صحيح أنه جرى إحراز تقدم في السيطرة على انتشاره، وصحيح كذلك أن بلادنا تحلت بالشجاعة والموضوعية الكافية لإقرار مجموعة من الإجراءات القوية لدعم البعدين الاجتماعي والاقتصادي، ولكن إذا كنا قد حققنا بعض المكاسب فإن التحديات الآن لم تعد تقتصر على الجانب الصحي فقط، بل يتداخل فيها الاجتماعي والاقتصادي وكل ما يرتبط بالتداعيات السلبية الناجمة عن انتشار الفيروس وما فرضه من وضع جديد. إلى جديد الحالة الوبائية، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 33 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة الأخيرة إلى حدود الساعة 6 من مساء يومه الثلاثاء. سجلت 33 حالة جديدة لهذا المرض ببلادنا، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 7866، وبالتالي فإن نسبة المرضى تساوي في الوقت الراهن 21.7 لكل 100,000 نسمة. سجلت الحالات 33 الجديدة بكل من جهة الدار البيضاء سطات ب 15 حالة، 13 بالدار البيضاء الكبرى،
حالة واحدة بمدينة برشيد وحالة واحدة بإقليم سطات، 10 حالات بجهة مراكش أسفي وكلها بمدينة مراكش، 5 حالات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، 3 حالات بمدينة طنجة، حالة واحدة بالعرائش وحالة واحدة بمدينة تطوان. كما سجلت حالتان بجهة الرباط سلا القنيطرة بمدينة الرباط، وسجلت حالة كذلك بقلميم واد النون ببوزكر. منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة الدكتور معاذ المرابط أعلن عن تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، ليصل مجموع الوفيات المسجلة جراء هذا المرض إلى 206 حالات، أي بنسبة إماتة بلغت 2.6%. أما بخصوص حالات الشفاء فقد انضافت 517 حالة شفاء جديدة ليصبح إجمالي المتعافين 6410 حالات شفاء، فبذلك ترتفع نسبة التعافي إلى 81.5%. للأسف الشديد انضافت حالة وفاة واحدة بمدينة طنجة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات المسجلة ببلادنا 206 ديال الحالات الوفيات، ولكن مع ذلك فإن معدل الفتك ما زال مستقرا في 2.6%. ولله الحمد والشكر انضافت 517 حالة شفاء جديدة إلى مجموع حالات التعافي، فيصير العدد الإجمالي للمتعافين ببلادنا من هذا المرض إلى حدود هذه الساعة 6410، أي تجاوزنا عتبة 80% من نسبة التعافي، وأصبحت هذه النسبة 81.5%. وفي نفس السياق أوضح الدكتور معاذ المرابط أن ارتفاع حالات التعافي في اليومين الأخيرين يعزى إلى الحالة السريرية للمرضى المتكفل بهم، فضلا عن البروتوكول العلاجي والاستعمال السريع لهذا العلاج الذي أقرته اللجنة التقنية العلمية الاستشارية الخاصة بوزارة الصحة للتعفنات التنفسية الحادة. وارتباطا بموضوع التعافي في اليومين الأخيرين، والذي أصبحنا ولله الحمد والشكر نعرف ارتفاعا لعدد المتعافين، فهذا مرده إلى الحالة السريرية للمرضى المتكفل بهم، فإن كان في المرحلة الأولى أو المراحل الأولى من الوباء نتكلف بمرضى في حالات سريرية تظهر عليها علامات متوسطة أو متقدمة مع انخفاض للحالات الهينة في أوائل هذا الوباء، فإنه في المرحلة الحالية أصبحنا نكتشف معظم الحالات دون أعراض سريرية أو بأعراض خفيفة جدا وهينة، وبالتالي فإنه في المرحلة الأولى كان يأخذ الاستشفاء وقتا طويلا، حيث تجاوز عند بعض الحالات الشهر، وعند حالة تجاوز 6 أسابيع، فإنه في الوقت الراهن معظم الحالات تتعافى بسرعة وفقا للمعايير التي وضعتها اللجنة العلمية والتقنية الاستشارية لوزارة الصحة للتعفنات الرئوية الحادة. كذلك ينضاف إلى هذا الأمر البروتوكول العلاجي والاستعمال السريع لهذا العلاج الذي أقرته هذه الهيئة الوطنية.
من جانب آخر، دعا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العلمي أو التعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد أمزازي، دعا الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء التلاميذ إلى لعب دور الوساطة وتقريب وجهات النظر مع مؤسسات التعليم الخصوصي من أجل إيجاد الحلول المناسبة والتي تأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية لبعض الأسر الوضعية الصعبة وكذلك لبعض المؤسسات. واعتبر سعيد أمزازي خلال لقاء جمعه أمس برؤساء تنظيمات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، اعتبر التعليم الخصوصي شريكا ومكملا للتعليم العمومي يقدم خدمة عمومية، وأن المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين هي فوق كل اعتبار. متابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا كل من السيد عبد السلام عمور رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، ينضم إلينا من الرباط، ومن مدينة خريبكة سيكون معنا السيد المصطفى الصائن الكاتب العام والناطق الرسمي باسم الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ. مساء الخير. مساء الخير. أبدأ معك سيد عمور، منذ بداية حالة الطوارئ الصحية والتعليم الخاص هو واحد من المواضيع التي تملأ الدنيا وتشغل الناس في المغرب. منذ أيام تصاعد الجدل، توترت العلاقة أكثر بين بعض المدارس وبعض الأسر، حتى أننا شاهدنا وقفات احتجاجية أمام المؤسسات التعليمية بسبب واجبات التمدرس أو رسوم التمدرس وكذا تقييم التعليم عن بعد. كيف تقيمون في الرابطة هذا الوضع؟ بداية أتقدم إلى القناة التلفزيونية ميديا بتحيات رابطة التعليم الخاص بالمغرب على إتاحة هذه الفرصة للتواصل مع الرأي العام بخصوص الخلاف الدائر والقائم بين الأسر والمدرسة الخصوصية من جهة، وكذلك أتقدم بالمناسبة بالشكر الجزيل للسيد وزير التربية الوطنية على مجهوداته الجبارة لتجاوز هذا الخلاف من خلال توجيهاته ولقاءاته مع كل من السادة مدير أكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وكذا مع رابطة التعليم الخاص بالمغرب ومع الجمعيات الممثلة لأمهات أباء وأولياء التلاميذ لتجاوز هذا الخلاف اللي هو حقيقة كنعتبره هنا احنا خلاف مفتعل، لأن أولا الخلاف حول الرسوم الدراسية هو خلاف ماشي جديد، ماشي وليد هذه الأزمة، هو يعني تقريبا يعني خلاف كيحدث في كل مع بداية كل سنة دراسية. النقاش اللي كان داير بين السيد وزير التربية الوطنية والرابطة وكذلك مع الجمعيات كان يعني عنده أربعة ديال المرتكزات. أولا قبل ما نتكلموا على اللقاء سيد عمو، قبل ما نتكلموا يعني المشهد ديال الاحتجاجات اللي شفناه أمام عدد من مؤسسات التعليم الخاص، ويعني والذي وصفه البعض منكم يعني كأرباب مؤسسات التعليم الخاص بالفوضوي، يعني هذا الاحتجاج أو هذه الأشكال الاحتجاجية، هناك من وجه نعوتا قدحية للأسر للآباء، إلى أي حد يعني العلاقة هي متوترة جدا بين الجانبين؟ نبغي نسمع وجهة نظركم حيال هذا التطور ديال هذا الأسبوع الأخير. في الحقيقة كانت أسفل لهذا المستوى اللي وصلت لي العلاقة ما بين الأسرة وما بين المدرسة الخصوصية. هذه العلاقة اللي مسات واحد القيمة غالية كانت تبنات عبر أجيال، وهي قيمة ديال الثقة والاحترام المتبادل بين الطرفين، وبدون شك هذا الصراع اللي كاين هو غينعكس على الاجيال ديالنا وغادي يخلي يعني المدرسه التلميذ يعني النظره ديالو كيفاش غتكون المدرسه والمدير والاستاذ. هذا الخلاف اللي كنعتبره حنايا هو بالنسبه لنا هو خلاف يعني مفتعل، لان المدرسه دائما فاتحه الباب ديالها للتفاهم والحوار مع الاباء. المشكل اللي وقع هو ان طريقه الحوار اللي خلقت واحد المجموعات وما تدعي بالتنسيقيات اللي هي بالنسبه لنا كنعتبروها غير متضرره في هذه الازمه، لانهم موظفين واساتذه ومحامين ودكاتره ومهندسين اللي هما كيتكلوا وكيتجمعوا امام المدرسه باش
طيب علاش 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 سيد عمور علاش ما فتحاتش يعني المؤسسات التعليميه الابواب ديالها؟ علاش المدراء ما استقبلوش هاد الاباء، ما جلسوش الى طاوله الحوار؟ لان يعني شفنا المتابعات الاعلاميه لهاد الوقفات دائما هناك التشكي من منطق الباب المقفل، يعني لو تفتح هذاك الباب ربما كان يكون وصول الى صيغه مرضيه. اولا ما نساوش باننا كنحترموا التوجيهات ديال السيد وزير التربيه الوطنيه اللي كتقول ان الناس اللي عندهم اللي مسكل عليهم الله انهم يؤديوا والتضامن غيكون مع الاسر اللي هي متضرره من خلال هذه الازمه. الان كنشوفوا الناس اللي غير متضررين هما اللي كيطالبوا، ماشي هو المشكل، لان الباب المدرسه دائما مفتوح وده علاقه المدرسه دائما مفتوحه امام الاباء، ماشي هذه العلاقه ماشي غير ولدت هذه الازمه، دائما المدرسه والاداره منفتحه على الاباء كل يوم من السنوات الدراسيه في الوقت العادي. لذلك شنو اللي كيخلق ان البارح كان الباب مفتوح والحوار مفتوح والان غير مفتوح؟ لان ارباب المؤسسات ما تقبلوش الطريقه اللي كيتقدموا بها هاد الناس هاد المجموعات لارغام المؤسسه بالتنازل على واحد النسبه معينه من هاد الاقساط الشهريه. وكنعرفوا بان هذا طيب غنرجع لك سيد عمور، يعني غنرجع لك نقطه بنقطه، لان فعلا هذه المساله ديال التخفيض من رسوم التمدرس خالقه الجدل. بعض المؤسسات التعليميه خفضات، مؤسسات اخرى رفضات واحتفظت حتى ربما يعني بكلفه التنقل. غنرجع باش نفصل في نقطه بنقطه ونعطيك حيز من الكلام الكافي. غنتوجه للسيد طبعا صائن لانه يمثل وجهه نظر الاسر معنا هذا المساء. كيفاش كتقراو تطور الامور سيد صائن؟ واش العلاقه يعني في نهايه المطاف بان بان العلاقه هي غير صحيه في الاصل، وبان ما وقع يعني في ظل الجائحه كان مجرد نقطه افاضت الكاس، ام ان الامور مرتبطه بوضع يعني الكورونا وما خلفته من تداعيات اقتصاديه واجتماعيه؟ مساء الخير اخت مان، مساء الخير للمشاهدين ديال ميديان تي بي والأسر التلاميذ والتلميذات. أولا نبغي نشير بعض النقاط اللي جات في الكلام ديال السي عمور وما عاهدنا في هذا الكلام، لأنه باش يوصف ويصنف الاحتجاجات ديال الأسر التلاميذ بأنها مفتعلة، إذا هذه قراءة غير صحيحة ولا تخدم البحث عن حل وسط لهذه الأزمة والتوتر الحاد القائم بين أسر التلاميذ والمؤسسات الخصوصية. الاحتجاجات ديال التلاميذ هي مسنودة، لأن لماذا؟ لأن كيتكلم على الأسر غير متضررة، جميع الأسر الغنية والفقيرة تضررت، أسر التي فقدت مورد دخلها لا بقاش عندها إمكانيات باش تؤدي الواجبات وخاصها تستافد كما استفدت قطاعات اخرى. الاسر التي تكلم عليها السي عمور بان تيقولوا انها مسك عليها الله وانها موظفين وهذا، هاد الاسر هذو ما تنساش بان تحمل التكاليف واعباء ديال التعليم عن بعد. التعليم عن بعد لم يكن مجانيا بالنسبه لهذه الاسر، الناس تكلفت بتوفير المستلزمات او التعليم عن بعد من حواسيب، من لوحات إلكترونية، الكلفات ديال الربط الغار، الناس اللي شريت الطابعات، الناس اللي شريت حواسيب إضافية، هادو الأسر الميسورة اللي كنتكلموا عليهم، هادو تضروا، ومن غير المعقول أن نطالبوهم في واحد 3 أشهر يؤديوا الواجب كاملا أو المصاريف كاملة، على أساس أن كان هناك تعليم عن بعد. جميع يختلفوا عن اداء التعليم عن بعد. غنرجعوا نتكلموا في النقطه يعني الاولى اللي هي رسوم التمدرس. كيفاش ان بعض المؤسسات يعني بعض المدارس خفضات، مدارس اخرى رفضات، مدارس اعفت الاسر، يعني المقاربه غير واضحه. هذا سؤالي للسيد عمور قبل ما ناخذ تفاعل ديالك معاه سيد صائن. يعني علاش ما يعني انتم كرابطه ما وجدتوش وثيقه يعني كل المدارس اللي منضويه تحت اللواء ديال الرابطه يتم الاتفاق على نسبه مئويه من 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 او يتم الاتفاق على عدم الاعفاء؟ لان هاد مدرسه تعفي، مدرسه تلزم، مدرسه تخفض، هو اللي خلق هاد اللبس عند الاسر. يعني كيفاش ما دخلتوش انتم كرابطه وما حسمتوش في الامر؟
اولا خصنا نامنوا بان المؤسسه التعليم الخصوصيه اللي كتجاوز عددها تقريبا 5800 ليست متجانسه فيما بينها وليست متساويه لا من حيث الحجم ولا من حيث البنيه ديالها ولا من حيث العدد ديال الطاقه الاستيعابيه ولا من حيث السومه الشهريه. هذا كيخلي الصلاحيه حنا وجهنا النداء ديالنا لجميع المؤسسات حسب القدره ديالها لتحمل هذه المصاريف. كاين هناك مؤسسات اللي قادره تحمل انها تعفي واحد النسبه معينه وكاين مؤسسات غير قادره، وخصنا نعرفوا بان واحد 70% ديال المؤسسات هي تحملت التدبير للشان ديال المالي من خلال بعض القروض البنكيه اللي من خلال ضمان الاكسجين. هذا من بين الوسائل اللي كتستعملها لضمان هذاك الود ما بين المدرسه وما بين الاباء. لذلك فاحنا خصنا نتفاهموا، هاد الاباء خصهم يتفاهموا ان هاد المؤسسات راه ماشي بحال بحال، راه كاين مؤسسات عندها 600 درهم و500 درهم وكاين حتى 2000 درهم 3000 درهم. هذا الخلط هو المشكل. النقطه الثانيه هو اننا كنعزلوش المؤسسات اللي هي يمكن انها كتقوم بعد التصرفات او بعد الامور اللي هي لا تليق بالناحيه التربويه، ولكن على الاقل هنا كنعرفوا بان هذه المؤسسات هي معزوله من حيث العدد. اذا كانوا 10 او 20 مؤسسه اللي هي اخلت بالتوابيت ديالها مع الاسر، فهذا لا يعني ان 5800 مؤسسه راه هي مخيله. سيد عمور، هل تشملون بهذا التصنيف حتى المؤسسات التعليميه؟ يعني كاين مؤسسات تعليميه ما تنازلاتش على الدرهم واحد بما فيها مصاريف التنقل، يعني وهنا الاسر استنكرت، يعني فينا هي المصاريف والتكاليف ديال التنقل كذلك ديال المطعمه؟ كاين اللي خلات فعلا هذاك الواجب ديال التمدروس اللي هو او الرسم ديال التمدروس ثابت ولا درهم واحد. اولا النداء ديالنا في المادون النداء الرابع او الخامس اعلنا على الاعفاء الكلي ديال واجبات التمدروس وواجبات الاطعام. تنقل ماشي التمدروس، باش عفوا التنقل والاطعام. وكان هذا تقريبا يعني قرار شمل واحد العدد كبير ديال المؤسسات. انا بالنسبه لهذه انا ما عنديش شي علم على شي مؤسسه مازالت تطالب بالاداء ديال النقل المدرسي. بالنسبه لباقي الواجبات والاقساط الشهريه فاغلب المؤسسات فهي كتفتح الباب للحوار لهذه الاسر المتضرره بعد الادلاء بما يثبت اما بتمديد او لا بالتقسيط او لا بالاعفاء الكلي اذا دعت الضروره ذلك. وهذه المساله هذه وارده حسب تقريبا حسب اطلاعنا مع اتصالنا مع اغلب الممثلين ديال الرابطه على مستوى الاقاليم والجهات، فهذه المساله وارده وبالتالي هذه المساله ما يمكنناش نعموها على جميع المؤسسات. لذلك فإذا كانت هناك بعض الاستثناءات فهذه الاستثناءات محدودة لا 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 تمس الكل في هذه العملية. طيب سأتحول من جديد للسيد المصطفى الصائن وغنطرح سؤال يعني اللي جا في الكلام ديال السي عمور، يعني في جوابه على السؤال الأول، لماذا بعض الأسر التي لم تتضرر يعني من الجائحة بمنطق على الأقل يعني الراتب الشهري وبقي لديها نوع من الاستقرار المادي، لماذا لم تتجاوب مع يعني واجب يعني او حس التضامن؟ وبما ان التلاميذ يستفيدون من خدمات التعليم عن بعد على علتها وسنقوم بتقييم هذه المساله، لماذا لم تبادر يعني ولم تؤدي واجبات التمدرس؟ وهل يعقل ان تؤدي هذه الاسر واجبات التمدرس ثلاث اشهر اللي ما دخلوش فيها التلاميذ ابدا للمدرسه وكاين اللي يستفيد قليلا او كثيرا من التعليم عن بعد؟ هاد الأسر اللي كتكلموا عليها وتتقولوا خاصها تأدي لأنها ما تضراش لأنها مخلوة من موظفين ومن هذا ماشي كلامي، يعني هذا كلام حتى الوزارة وجهت هذا النداء. الوزارة يعني طلبت لقد نادينا على المباشر قبل شهر ونص هذه باش تدار واحد لجنة مركزية لدرس الموضوع. اليوم خلينا الامور حتى توترات في جميع المناطق ديال المغرب، واليوم الذريعه ديالنا الوحيده هو ان هاد الاباء الدخل ديالهم مستفدش، ونحسبوا مع هاد الاباء شحال خسروا في التعليم الخصوصي او في التعليم عن بعد. واش تعرفوا بهذاك التعليم عن بعد كافي باش يقري الوليدات ديال الاسر المغربيه؟ كاين اسر اللي خلصت قروض ديال الدعم لابنائها لان تهيئه لامتحانات والامتحان الاستقطاب المحدود. لا يعقل بتاتا ان
مؤسسة تعليم خصوصي أو الوزارة، لا أظن بأن الوزارة قالت هذا الكلام، بأن يؤدوا الثمن ديال سميتو. المشكل خاصو يتعال في شموليته، حنا في حالة استثنائية، يجب جميع الإجراءات وتكون استثنائية ماشي في الدور العادي. نذكرك أستاذة بأن هذه المؤسسة ديال الأسر ديال التلاميذ اللي كتتكلموا عليهم سون امبوزي دوبلومو، حنا كنا كنقترحوا بأن يكون لهم خصم ضريبي هذه السنين، والمبدأ وافقات عليه الحكومات ولكن عمره ما تفعل. الأسر ديال التلاميذ اللي كنتكلموا عليها اليوم كيخلصوا جوج خطرات اليوم، خلصوا التعليم دوبل، نخلصوه مني كيقري ولادهم عن بعد، ما قريهمش غير الاساتذه اللي في مؤسسه التعليم الخصوصي، قريهم اساتذه اخرين وخادوا اتعاب اخرى، لان الناس كتقلب على ان تضمن لولادها مخرج، لان التعليم عن بعد ما يكذبش شي واحد على شي واحد اخر. سي صائر، واش هذا تقييمك للتعليم عن بعد يعني في القطاع الخاص، ام هو تقييمك للتعليم عن بعد اجمالا، بمعنى انه تقييم سلبي للاداء القطاع الخاص او اجمالا؟ لا لا لا، يعني كتصور. شوف 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 شوف، التعليم محدود ما يمكنش لينا ينجح ويؤدي الاهداف ديالو لا في العمومي لا في الخصوصي. لماذا؟ لان التعليم الخصوصي ما كان جاهز ليه، المنظومه كلها غير جاهزه ليه، جاهزية ديالها ناقصه، وكاين تلاقى معاش تلاقى مع ظروف موضوعيه اخرى تتمثل في الهشاشه ديال الاسر ديال التلاميذ. واش التعليم ديال البعد غير نحطوا يدينا على 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 البيسي وغادي ونشوفوا التعليم عن بعد؟ خاصو مستلزمات. واش الاباء راه كاين اللي عنده ثلاثه ديال الوليدات عنده طابليت ولا بيسي، راه اضطر يشري واحد اخر باش يوفر الوقت، اضطر انه يزيد التكلفه، كاين اللي ما عندوش ربط بالانترنت ومشى دار الربط، هذه تولى تكاليف. واش ما كيحسبوهاش للوزاره لا لا الارباب التعليم الخصوصي؟ خليني نسال هذا السؤال سي عمو، غنرجع ليك يعني غنقول لا لا غير نكمل معاك، لان تفضل عطينا الوقت متكافي، غادي نعطيك الوقت متكافي يعني مازال عندنا حيز من الوقت، لان باش تكونوا متوازنين. لا لا طبعا طبعا تفضل 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 كمل الفكره ديالك سي صائر وغنقلها الفكره. شو الفكره؟ ان ما نبقاوش نقولوا هذا الكلام نردوه، لانه كيقطع لنا الطريق، لان دابا اليوم عندنا توتر حاد، هذا التوتر حاد يؤشر وينذر بازمات غير مسبوقه، وهذا الشيء راه قلناه شهر ونص، قلت لك راه حنا قلنا طالبنا باش يكون الحل او الوساطه مركزيه، لان الوساطات الاقليميه او الجهويه لا يمكن تحل الحل، لان الوساطه المبدا على المبدا هو ان جميع اطراف تحمل واحد الطريف من الضرر، ما يمكنش شي واحد خارج المدرسه الخصوصيه، المغرب عاش ازمه كل شيء قطاعات الضرات، ونجيو التعليم الخصوصي حتى هو ما بغيش يتحمل واحد شويه المسؤوليه، ما يمكنش. هذه الفكره اللي غنقلها لسي عمو باش نقدر ندير نقاش تفاعلي يا سي صائن. خليني غادي نرجع غنرجع لك سي صائن، اتحول مجددا لسي عمو. يعني هذا السؤال الذي يطرحه السيد صائن على لسان الاباء والاولياء، لماذا لم تتم مراعاه تكاليف التعليم عن بعد التي تحملها الاباء والاولياء؟ يعني على طبعا الحصيلة التي وصفها أيضا بالهزيلة، لماذا لم تتم مراعاتها من قبلكم كمؤسسات للتعليم الخاص، ولماذا لم تتحملوا جزءا من هذه الخطأ؟ واش محكوم، بغيت نتسائل، واش محكوم على القطاع الخاص أنه دائما تحمل الأعباء بكلها؟ إذا كان تضامن خاص يكون تضامن متبادل، المؤسسة الخصوصية تتضامن من جانبها والأسر اللي هما مسؤولين تضامنوا من جانبهم، هذا هو التضامن، التضامن لا يكون على جهة دون أخرى. طيب المدارس الخاصة متضامنة سي عمور، المدارس الخاصة متضامنة نعم. يعني بنسبة مئوية مهمة نقصات أو لخفضات من رسوم التمدرس، هل تؤيدون هذه المسألة النسبة المئوية التي تقترحون أو التي تؤيدون باش نكونوا عمليين في الأجوبة ديالنا؟ أولا تضامنات مع الدولة في احترام التوجيهات للتعليم عن بعد بشتى الوسائل وبأحدث الوسائل، يعني بوسائل اللي هي تقريبا لقات واحد الارتياح كبير من طرف الأسر، تضامنت من أنها التزمت بأداء الواجبات بكلها لأجرائها 140 ألف، تضامنت بأن ذات واحد تخفيض مناسب للأسر التي تستحق، والأسر التي لا تستحق وعليها أن تبادر من جانبها هي الأخرى بها التضامن. المشكل هو أن الخلاف ما بين هذه الأسر أن يتم اختزاله في جانب المادي،
المدرسه الخصوصيه عندها مشروع تربوي، يعني التلاميذ يمكن الا ما استفدوش هذا الشهر او شهرين، عندنا برامج تمتد الى 6 سنوات بالنسبه للابتدائي و3 سنوات بالنسبه للاعدادي. عندنا مشروع متكامل، الوزاره التربيه الوطنيه خصصت شهر شتنبر المقبل للدعم والتقويه ولتدارك السي عمور. السي عمور خلينا نفكم احترمك استاذ سي الصايد. عمور الله يجازيك بخير، اعطيونا فرصه نسمعوكم. سي صاين سي عمور، انتم مدعوين يعني هذا اليوم فقط مجرد تمرين، يعني انتم مدعوين للحوار. الوزاره الوصيه بالامس دعت يعني التنظيمات ديال الاباء والامهات والاولياء، ومن بينهم طبعا الفيدراليه اللي الكاتب العام ديالها سي صاين، فنتمنى اننا ننجحوا هذا التمرين الحواري على اساس انه يستمر بيناتكم. ف عطيوني غير فرصة يعني غير يكمل سي عمور الكلام ديالو، ساعود اليك سي صاين. تفضل سي عمور. باش نحدوا من هذا الخلاف هذا اللي كاين، السيد وزير التربيه الوطنيه استقبل الساده مدير الاكاديميات وعطاهم توجيهات بالوساطه الموضوعيه والايجابيه ما بين الاسر وما بين، وبدات الاكاديميات ابتداء من يوم الاثنين اللي فات وبدات كتجتمع مع ممثلين. طيب واش كاينه تيمار، كاينه مقترحات السي عمور؟ عندكم شي مقترح؟ اعطينا المقترحات، اعطينا يعني معلومات اللي يستفدوا منها المواطنين. كاين بوادر ديال انفراج هذه الازمه، كاين هناك تنسيق مع الجمعيات الممتلكه للاباء، ودايرين واحد البيان مشترك هيئوا ليه الان، باش اننا نطالبوا من المؤسسات باش تضامنوا مع المتضررين، ونطالبوا من الاسر اللي هي ميسوره باش انها تقوم بالواجب ديالها، على ما اظن ان من خلال هذه اليومين المتبقيين غادي يكون حل ان شاء الله لهذه المشكله. طيب نسمع وجهه النظر ديال السي صاين، واش عندكم مقترحات؟ واش مستعدين يعني كاباء وكاسر يعني شويه تفاوضوا على بعض النقاط، او الامور هي يعني لن تؤول الى الانفراج كما يتفائل بذلك سي عمور؟ اولا المقترحات حنا طرحناها للسيد وزير التربيه الوطنيه. اولا اعفاء التام للاسر التي فقدت الدخل ديالها او تضرر نشاطها الاقتصادي، وكتعرفي استاذه بان عدد كبير من أسر تلاميذ مؤسسة الخصوصية هي أسر من التعليم المحدود ومن القطاع غير المهيكل، هذه وحدة. ثاني حاجة، هذوك الناس اللي تيقولوا راه ما تضرش عندهم ماندا وعنده، أن يكون واحد الخصم معقول حسب القدرات ديال كل مؤسسة معنية، هذه وثانية. ثالث شيء، حذرت الفيدرالية الوطنية المغربية من مغبة رهن التلاميذ والوثائق ديالهم الإدارية والتربوية في حالة ما تم نزاع مع أب التلميذ أو أسرته. الوثائق اللي كنقول لها ممنوع. واش كاين شكاوى من هذا النوع السي صاين؟ كاين تخوفات، كاين تخوفات. ما كاينش شكاوى يعني حتى الآن؟ لا كاين شكاوى من بعض الآباء، هي محدودة، ولكن تخوف من هذه المسألة. غتقول لي واش هذا التعليم الخصوصي أشنو اللي غادي نعطيوه؟ حنا كنقولوا بان الحوار او الوساطه الاقليميه او الجهويه لن تعطي فائده. الوساطه السي عمور الاخت استاذه الكريمه، الوساطه خاصها تكون مركزيا باش غادي نريحوا كما اقترحنا. اننا حنا مع ان هذه المؤسسات الخصوصيه المستخدمين ديالها من سائق النقل، المربيات ديال التعليم الاولي، سائق النقل والمرافقات، الاعوان النظافه وسميتو، بانهم حتى هما يستافدوا وتدرس امكانيه الاستفاده ديالهم من صدوق كورونا. هذا هو الدعم اللي هو الوزير اكد في صفحته الفيسبوكيه، يعني اكد بان سيكون تدخل يعني من الوزاره، سيكون تدخل لدى السلطات المختصه حتى تستفيد هذه الفئات. وعد السيد الوزير بان هذا كاين، هذا راه بعدا راه غيحيد واحد الجزء كبير على المؤسسات الخصوصيه. ثانيا كاين ممكن ان الوزاره حسب الامكانيات دير واحد التخفيض ضريبي لهذه المؤسسات، ولكن هذه المؤسسات ما يشدوش اي الباب. انا اقول لك كلهم واقفين نقطه واحده، هذاك عنده ماندا ما تضرش خاصو يخلص، هذا شيء غير مقبول، لان العقل ما كيقبلوش. علاه غير لازم نكمل سي عمور باش يجاوب وما يبقاوش يتكلموا على التعليم عن بعد.
التعليم عن بعد راه ما يمكنناش، راه اليه دارت الاستمرار البيداغوجي ما كاين باس، قلنا هي تجربه خصنا ندوز وما كاين باس وغادي نستثمروها ونتعلموا ليها، ولكن راه ما اداتش الدور المطلوب منها. طيب. واحد النسبه قليله جدا، وما خصناش نحسبوها على الاباء والامهات لا في العمومي لا في الخصوصي. سي عمور حنا متابعين الوضع وتنشوفوا الاباء. طيب سي صاحبي خلينا نسمعوا سي عمور لانني ادير الوقت كذلك، حنا محكومين بالوقت. سي عمور اش بان لك في هذه المقترحات؟ اش بان لك في هذه المقترحات؟ واش يعني قريبه من التصور ديالكم؟ وهذه المساله ديال يعني تعرض بعض الاباء والاسر للتهديد للابتزاز كيف ما جاء على لسان باش تكونوا انتم فعلا حاسمين وانتم تخاطبون الجميع. اولا يمكن من خلال هذه المؤشرات كيبدا ما ان ما غيكونش هناك التوافق. علاش؟ اولا المدرسه الخصوصيه هي مدرسه مؤدات عندها عن خدماتها، مدرسه للخدمه عموميه مؤدات عنها. ما يمكنش ان يقول لي ان نراعيوا الظروف ديال المتضررين واللي ميسورين انهم حتى هما يستافدوا من هذا الدعم التخفيض. هذا مستحيل، لان منطق ما كيقول انه الناس اللي الدعم او المسانده للفئات المتضرره. هذا الجانب الاول. او ثانيا ان الوثائق اللي كيتكلم عليها الاستاذ أن المدير ديال المؤسسة هو مسؤول قانونيا وإداريا أمام الوزارة وأمام القضاء. ما يمكنش أن أي واحد يدخل في اختصاصات ديال المدير. إذا كان عنده رخصة فهو كيتحمل مسؤولية أمام الوزارة، الوزارة اللي غتحاسبه، الوزارة اللي غادي تطلب منه تحدد ليه المهام ديالو واختصاصات ديالو. ثالثا أن إذا كان شي توافق خاص يكون توافق على أنا أربعة الركائز. الأولى استمرارية ديال التعليم عن بعد التلميذ. ثانيا دعم الأسر المتضررة بعد الإدلاء بما يفيد. ثالثا احترام ضمان واستقرار العاملين بقطاع التعليم الخصوصي. رابعا ضمان التوازن المالي لهذه المدرسة، لأن المدرسة إذا ما كانتش عندها التوازن المالي ما يمكنش. طيب واش الأسر هي اللي ملزمة أنها تضمن لها التوازن المالي ديالها سي عمور؟ لأن هنا كاين جوج ديال الأطراف، كاين جوج ديال الأطراف، كل طرف يحمل الطرف الآخر مسؤوليات ما تعرض له وما سيتعرض له. حنا ملي كنقولوا واحد التخفيض واحد النسبه، ولكن مدرسه عندها 600 درهم الشهر، اي شحال غتوصل 100 درهم للتلميذ؟ راه لا يعقل، المنطق ما كيقولهاش. كيفاش غادي يغطي المصاريف ديالو؟ ثم هذا الخلاف كامل كنتمناو ان شاء الله، راه الان مقرر الوزاره مقبله على التحضير لتنزيل القانون الاطار بما فيها لا يعني التنظيم ديال جمعيه الاباء وبما فيها تحديد الرسوم المدرسيه. هذه المساله دي غادي نتجاوزها ان شاء الله عما قريب. خاص فقط خاص الاباء يساعدوا معنا ويدعمونا ويعاونونا اللي باش نحن ندعموا الاسر المتضرره. طيب شنو تقيمكم؟ انتم كتكلموا يعني على خدمه عموميه مؤدات عنها، التعليم عن بعد حتى هو يعني خدا حيز من الانتقادات اللي وجهتها الأسر للتعليم عن بعد، قال بأنه بدأ بواحد الوتيرة مهمة وتم استخدام فيها عدد من التقنيات ومن بعد الأمور يعني بدأت بالفتور ووقع نوع من التخلي على الواجبات في هذا الاتجاه. غير نكمل السؤال ديالي، وكذلك عدد من المدارس الخاصة لم تريد أن تلتزم بمنصة عليه يعني من منصات وزارة التعليم أو وزارة التربية الوطنية، يعني الآباء والأسر غير راضية تماما على التعليم عن بعد، وإلا ربما كان يكون موقفها أكثر مرونة. أولا التعليم عن بعد هو استمرار. الله يخليك أستاذ، الحوار مع السي عمور. ثانيا الله يجازيك بخير، الله يجازيك بخير. هذا سؤال خلينا نردوا على السؤال. غنرجع لك السي فائن، عطينا فرصة نسمعوا السي عمور باختصار إذا سمحتي. ثانيا هذه المسألة ديال التعليم عن بعد. أنا الثانية التعليم عن بعد خدم مصلحتين، الاستمرارية البيداغوجية وخدم كذلك السلامة الصحية لأبنائنا. لذلك فالتعليم عن بعد هو حديث، ظاهرة حديثة بالنسبة للأب ولا الأسرة ولا بالنسبة للمدرسة، ومع ذلك تفاعلت مع المؤسسات الخصوصية والآن وصلت إلى يعني تفاعلت معها بشكل إيجابي ووصلت إلى منصات رقمية يعني وأقسام افتراضية جد متطورة. ماشي كلها سي عمور، يعني ماشي كلها، ماشي كلها، يعني كاين جزء منها فعلا 96% حسب لما كاين 96% سي عمور اللي عندها.
طيب نسمعوا السي صائن في هذه المساله ديال التعليم عن بعد، نسمعوا السي صائن في هذه المساله ديال التعليم عن بعد وارتباطها بالقطاع الخاص. واحد النقطه اخرى الله يجزيك، واحد النقطه التعليم عن بعد نعتبره هو حساب. احنا ما عندناش خلاف مع جمعيه الاباء، غير باش نكونوا واضحين، جمعيه الاباء ما عندناش خلاف مع المؤسسات الخصوصيه والمكونات ديالها، الله يجازيك بخير. احنا كنحترموا الطريقه اللي كيتفاعلوا بها الاباء بطريقه غير تنظيميه غير منظمه، اما الاباء جمعيه الاباء فحنايا عندنا امل اننا نطوروا العلاقه ديالنا مستقبلا وتقنن بواحد الشكل بيمش الصلاحيات والاختصاصات ديال طيب غنسمع السي صائن في هذه المساله ديال التعليم عن بعد، يعني كي يبدو لي بان يعني هناك هو يعني واضحه وبينه في المواقف بين الطرفين. تفضل السي صائن، تقييم التعليم عن بعد بالنسبه للقطاع الخاص، تفضل. شوف التعليم عن بعد التقييم ديالو راه دار دمنيان وراه دارت وزاره التربيه الوطنيه، شوف كان التعليم عن بعد عطى النتيجه ديالو كره تحسن في التقييم ديال الامتحانات الاشهاديه، كره الوزاره علاش الوزاره. انا اتكلم عن اداء مؤسسات التعليم الخاص، التعليم الخصوصي هذا الباب حتى في التعليم الخصوصي، التعليم العمومي ولا الخصوصي راه نفس الشيء. لا ضروري نركزوا على هذه المساله بما اننا نعتبرها خدمه عموميه مؤدًا عنها، يعني هذا هو جوهر النقاش الان. أي يعني انا استهلكت واحد المنتوج، اذا كان المنتوج اللي استهلكته جيد واستفدت منه وكان في المستوى المطلوب فطبيعي غنأدي عليه. واش هذا هو التقييم؟ نأدي عليه 100%. واش هو التعليم؟ واش كان في المستوى؟ يعني واش كان في المستوى كحصيلة؟ واش التعليم عن بعد؟ خليني نهضر السي عمور الله يحفظك استاذ، خلينا نهضروا شويه. واش كاين المختصين داروا التقويم ديال التعليم عن بعد؟ لان هادي كلشي اجمعه، كلشي اجمعه لا في العمومي ولا الخصوصي بانه ما اداش الاغراض ديالو، ولا يمكن بحال من الاحوال ان يكون يعني يعتمد كتعلمات. هذه وحده. ثانيا هضر السي عمور على الفوضويه، شكون اللي تسبب في هذه الفوضويه؟ علاش كانت مؤسسه التعليم الخصوصي تمنع جمعيه اباء والتلاميذ؟ كتدير يديها ورجليها باش ما يكونوش جمعيه اباء والتلاميذ. احنا اليوم تندفعوا الثمن، خلينا نهضروا كلام معقول، ما نديروش للحوار ديال السي عمور ديال لغه الخشب، لان كتجاوز اختصاصات ديالها، كتجاوز اختصاصات ديالها، كتدخل في مليع. على كل حال ما نتيهوش في هذه النقطه، خلينا السي عمور نخرجوا. طيب السي صائن، يعني انا عندي مهمه اليوم اللي هي تسيير النقاش، نقاشكم ماشي ثنائي يعني عذرا، احنا طبعا في برنامج تلفازي، انا غاعطيك نفس الوقت وانت عندك القدره على انتزاع يعني حقك من الوقت، فراك غادي يعني بنفس الحيز الزمني. شنو تكلمتي على ان انا بغي نخرجوا واحد النتيجه من هذا اللقاء. كنتمناو، لان على ما يبدو صعب يعني تمرين الحوار بين الطرفين، وصعب جدا. لا احنا من البدايه طالبنا بالوساطه، من البدايه قلنا بان هذا الامر غادي يتطور الى ما لا يحمد عقباه. علاش؟ لان كاينه مشاكل كثيره وما نبغيش نهضروا عليها. اولا مؤسسه التعليم الخصوصي هذه راه غير القشه التي قسم الظهر البعير، راهم اصلا متضرين من قانون الاطار وما باغيش قانون الاطار، لان تيفرع اليوم ماده 13 وماده 14 يراجعونها كل مره. جاتهم القانون الاطار مراجعه اليه المراقبه ديال الاسعار ديال السوق، هذه تشكل مشكله، واليوم ضافت لهم هذه الازمه، خاصهم يعالجوها بحكمه. حنا كاطارات وطنيه حنا لا نريد هلاك القطاع الخاص، لان نعتبره مكون من مكونات المنظومه التربويه، واي خلل في المنظومه ديال عند القطاع الخاص او اي ازمه ستؤثر لا محاله على المنظومه التعليميه وعلى التعليم العمومي. هذا كنا على يقين. طيب هذا غادي نستلهم من كلامكم السي صائن، غادي نطرح سؤالي على السي عمور وغنرجع لك، مازال عندنا الوقت. اتحول مجددا للسي عمور. طبيعي نقاطعك السي صائن، راه هذا جزء من المهمه ديالي العسيره اليوم. السي عمور، يعني في نهايه المطاف كاين تضرر مادي من هذه الجائحه لاحقه بمؤسسات التعليم الخاص، هذه مساله ما فيهاش شك، ولكن ربما تزيد يعني غتضرر اكثر هذه المؤسسات وهذه المدارس الخاصه في صورتها، في سمعتها، في ثقه المواطن فيها، وهي تخفق في تدبير
المسألة أو في تدبير الأزمة؟ واش ما عندكمش هذا التخوف اليوم؟ كاين عدد من النداءات ب يعني انتقال التلاميذ من التعليم الخاص للتعليم العمومي، أتصور بأن الأمور قد يكون فيها ضرر وتداعيات أكبر إذا لم تفلحوا وتوفقوا في معالجة الأزمة. أولا الخسارة الكبيرة ليست هي المادية، خسارة المادية هي الخسارة المعنوية في علاقتنا مع في علاقتنا مع الأسر، مع الآباء، مع التلامذ، لان هذه مدرسة قبل أولا وقبل كل شيء، لان الخسارة هذه التوقع ديال كانت توقع لان احنا في أزمة، والأزمة ضروري على الأقل خصنا نخرجوا بها بأقل الأضرار. لذلك فاحنا لا يخيفنا الخسارة المالية، الخسارة المالية راه جميع المكونات الاقتصادية كلها تضررت ويمكن غتسترجع العافية ديالها فيما بعد، ولكن اللي ما يمكنش نسترجعوه هو الخسارة ديال القيمة ديال المدرسة والكرامة ديال المدرسة الخصوصية التي استهدفت منذ بداية الأزمة، وكذلك منذ سنوات كل سنة مع بداية كل سنة يتم استهداف المدرسة الخصوصية. واليوم المشكل اللي كان ماشي هو مشكل مادي، هذه سلسلة من المشاكل تتطور مع مرور الوقت، كانت مشكل إعلامي، كان مشكل ديال التعامل مع بعض المؤسسات، ومشكل كيفاش إعلامي يا سي عمور؟ كيفاش إعلامي؟ يعني كيفاش إعلامي؟ واش تقدرون تسويق أن التعليم الخصوصي يطلب الدعم، وحنا ما طلبناش الدعم، حنا طلبنا هذيك وثيقه نقلها الاعلام السي عمور، هذيك وثيقه نقلها بحذافيرها. التفاعل ديال الناس هو اللي مشى سلبي، يعني التفاعل ديال الناس بالنظر الى التوقيت، بالنظر الى الصيغه، هو اللي كان سلبي. يعني الاعلام ما عندوش، الاعلام لم يوجه، لم يسير، لم يجيش، لم يعبئ، يعني غير من باب النقد الذاتي يا سي عمور. واش ما عندكمش واحد النوع ديال النقد الذاتي لانفسكم وتحمل جزء من المسؤوليه؟ احنا عبرنا عن الاعتذار ديالنا اولا، لان لا يمكن التوقيت ما كانش مناسب، ولا حتى سوء الفهم، لان احنا ما طالبناش بالدعم للمدرسه الخصوصيه، طالبنا الدعم ديال الاسر اللي هي متضرره. لذلك فهذه المساله هذه ما يمكنش، حنايا قلنا مع مرور الوقت طول ثلاثة أشهر كل فترة 15 يوم كنلقاو حدث جديد كيأجج العلاقة والتفاعل مع المؤسسات. هذا مشكل جديد، مشكل ما غنعرفوش حتى من هنا 15 يوم مقبلة اش غيكون الموضوع ديال هذا النقاش. لذلك فالمدرسة الخصوصية استهدفت في كرامتها وفي حرمتها. إلا بغينا نحافظوا على هذا الود، أولا خصني يكون طاولة الحوار، ودرنا مع الجمعية الوطنية ديال جمعية الآباء ودرنا معهم تفاهمات، وإن شاء الله غدا غيكون يعني واحد البيان مشترك معهم. لذلك فهذه أرضية إن شاء الله هي اللي غادي تخفف هذه حدة الأزمة. والسي الصائل خاصو على الأقل بهذا التوجه اللي عنده، أنني لا يعني ربما غيكون خطنا بين المتباعد، لأن ربما ما نتفاهموش واحد العدد ديال الأمور. إلا ما كانش كيتفهم الوضعية ديال المدرسة الخصوصية كقطاع تربوي، كمدرسة مغربية أولا وقبل كل شيء، ما يمكنناش نوصلوا لواحد الحوار. استصائنا مشاهدينا، سنؤجل موضوع العمل عن بعد إلى يوم الغد، ونستضيف طبعا فيه غدا سيد أو الأستاذ مولاي حفيظ بن سليمان، أستاذ بجامعة مولاي إسماعيل، المستشار في ميدان المقاولات، وآثرنا أن نواصل يعني الحديث في هذا الموضوع. ذو شجون، سأعود إليك سي مصطفى صائن، تفاعلا مع ما جاء على لسان السي عمور الذي لا يرى فيكم يعني شريكا مثاليا لإنجاح الحوار. السي صائن، لا بالعكس، خاصه هو خاطئ، لانه هو تحت مأثر بما وقع للتعليم الخصوصي من نهار خرجوا هذاك الرساله اللي وزوها الوزير رئيس الحكومه ديال الكورونا، وهما مشحونين وعندهم اكراهات. انا عارف اللي كنتكلم الفيدرالية الوطنية المغربية عمرها ما جبدات الموضوع ولا تدخلات ولا هضرات على التعليم الخصوصي ببعد، بس كانت تتابع وتقدم المقترحات. شخصيا طلبت في حوارات عديدة، قلت لي ما ودي هذه الأزمة وهذا التوتر الحاد راه غادي يؤدي لنا واحد الوقت يديروا واحد الاحتقان وما غاديش نخرجوا، إذا خصنا نمشيو للحوار ثلاثي. سي عمور تيهضر، راه الحوار الا ما كانش ثلاثي بين المؤسسات ديال التعليم الخصوصي يعني الممثلين ديالها وبين الممثلين ديال جمعيه الاباء الحقيقيين، راه الحقيقيين راه يكتبوا في الخريطه اللي ديال سميتو، خليني من سميتو لي زيليكترون ليبر، راه حقيقيين
ومع الوزاره لن يكون هناك حل، قد يكون حلول متفرقه. سي صائل، الوزاره فوضت مدراء الاكاديميات. سي صائل، الوزاره فوضت مدراء الاكاديميات الجهويه، واش كتعتبروا بان يجب الجلوس الى طاوله الحوار مع الوزاره، مع شخص الوزير في الرباط؟ يعني شنو التصور؟ ولا شوف 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 استاذ الله يحفظك، سي عمور هو عارف، سي عمور وانا عارف، وراه لا يوقع عندك اش غادي يقدم لك مدير الاكاديميه، اش غادي يقدم لك المدير الاقليمي، اش غادي يقدم لك الناس خصها تريح مع اش عارف، غيقدم لك تخفيضات ضريبيه، غيقدم لك تستافد من كورونا، من صندوق كورونا، اش غيقدم لك هاد الحوايج الا ما كانش هاد الحل؟ راه الاوضاع مسدوده سي عمور، خاص الوزاره تريح. ما بغيناش صندوق كورونا، كيما وعد السيد الوزير بانه صندوق كورونا السيد، ما بغيتوش انتم صندوق كورونا، ولكن لا ايوا اذا هنا اذا ما بغيتوش انتم صندوق كورونا. سي صائل، سي صائل، يعني عطيتينا مقترحات، ولكن وزير التربيه الوطنيه اذا تناقض. باقي جوج دقائق سي صائل، واش هذوك المقترحات اللي عطيتيني هي مقترحات نهائيه، واللي شاف فيها سي عمور بانك ما راعيتيش الضرر المالي الذي لحق بمؤسسات التعليم، ويطلب منك ان تراعي هذه المساله؟ لا في صياغتك للمقترحات. المقترحه الاولى ان يكون جميع الاسر اللي فقدت الدخل ديالها الاعفاء ديالها ما عندها باش تخلص. ثانيا الاسر الاخرى، باقي الاسر الاخرى غتكون مساهمه على حساب القدره الماليه ديال المؤسسه والقدره الماليه ديال الاسره ديال التلميذ، يكون واحد النوع من التراضي بيناتهم. هذا هو يعطي، احنا ما كنقولش ما يخلصوش هذوك الناس اللي ما تضروش بالمندات ديالهم، ما نقولوش ما يخلصوش. طيب. ولكن راه حرام نقول لهم خلصوا. ثاني حاجه خص في الجمله السيطره، كملنا الجمله، هو ان المؤسسه التعليم خاصها تعاود وجهات النظر ديالها، خاصها تفتح اكثر، لان ما يمكنش ليها ما تضرش في هذه الفتره هذه، هاد 3 شهور المقاربه خاصها تكون مقاربه مواطنه تضامنيه، كما تحلوا بزاف المشاكل في اطار هذه الازمه وهذه الجائحه، خاصها يتحل هذا المشكل هذا بتراضي وبالحوار. والحوار جمله اخيره مركزي. جمله، الحوار يجب ان يكون مركزيا، وتشددون على اعفاء الاسر التي تضررت مداخلها، وعلى الخصم بالنسبه لبقيه الاسر. في جمله سي عمور، تصوركم للحل؟ في الجمله ان الاباء خصهم يعرفوا ان الدروس ما توقفاش، ان هاد 3 شهور راه ماشي هي الدروس ما وقفتش على 3 شهور، راه حنا برنامج ثانوي مده 6 سنوات في بالنسبه للابتدائي. ثانيا ان الاسر اللي هي ميسوره وغير متضرره تقدم عليها 100% سي عمور، 100% تأدي 100%. طيب واش كاين الزام، يعني كاين الزام في القانون، كاين الزام في القانون او هذا تقديركم للامور؟ هذا هو حنا هذا هو التضامن، ان التضامن هذا هو التضامن، ان نضامنوا مع المؤسسات مع الاسر اللي هي ما طيب حتى ارباب المدارس الخاصه يعني كتعتبر فئه ميسوره، وبانها يعني ربحات، يعني بهذا المنطق اللي طرحته، انا لا انتصر له، ولكن بهذا المنطق الذي طرحتموه بانها راكمت الارباح على مدى سنوات طوال، وحتى هي اسره مسؤوله. الله يخليك لك، شوف هذا خطا، هذه الصوره الخاطئه اللي عنده واحد غالبية الناس كيعرفوا بان المدرسه الخصوصيه هي مصدر واحد الربح اللي ربح كبير. بالعكس، واش مدرسه ديال 600 و700 درهم 800 درهم شحال غادي دير؟ نعم. ملزمه بالتزامات الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واجور والتزامات اخرى. اذا فهذه راه حنايا هاد الازمه بينات على الهشاشه ديال القطاع. طيب سي عمور، على الصوره الحقيقيه سي عمور، واش تخلصوا الناس اللي في مؤسسات التعليم الخاص؟ واش تابعتوا هذه المساله؟ واش تخلصوا هاد الناس اللي كيديروا لنا التعليم عن بعد اليوم؟ واش كلهم تخلصوا؟ واش تخلصوا بنسبه 100% من الاجور ديالهم؟ تقريبا لا، باش نجيك واضح، ان كان هناك انتظار في الاول في واحد الوقت للاستفاده من الصندوق، بالوقت اللي السيد الوزير حسم في هذا الموضوع، جميع الاساتذه جميع العاملين بالمدارس الخصوصيه كيتخلصوا بطبيعه الحال في اطار التفاهمات مع المؤسسه. طيب واضح، ان هاد الناس كيخصنا نحيوهم وخصنا نشدوا على ايديهم، لانهم تمكنوا صبروا وناضلوا. شكرا لك سي عمور، ادركنا الوقت، شكرا لك. شكرا سي صائن، شكرا لك، كان ضروري نتفاعل مع سي عمور. انتهى الوقت المخصص يعني ويزيد، مبدئيا كنا غنخصوا وقت اقل، ف بحكم ان الموضوع مهم والطرح كان مهما، فاعطيناه الحصه كامله من عدد
الأعداد هذا المساء كل شيء عن جائحة كورونا. شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة وعلى الوفاء لهذه الحصة. اللقاء يتجدد على قناة ميجي أن تي في غدا في نفس التوقيت في رعاية الله.